صحتكم لاباس؟ كنتمنى نلقاكم نتوما كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم هذا البريوش او القراشل، وكل واحد كيفاش كيسميوهم. كيجيو رائعين وخفافين وهشاشين، كيصلحوا لفطور الصباح للقهوه العشيه. مهم كيجيو زوينين زوينين. كنتمنى يعجبوكم. قبل ما ندوز المقادير والطريقه ديال التحضير، اول شيء كنشكر الناس اللي التحقوا بالقناه ديالي جداد، كنقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا في قناه اسبوغ شانيل. والناس اللي باقي ما شاركوش معايا وجات عينيهم على الفيديو ديالي وعجبهم محتوى القناه، هبطوا لتحت من فضل منكم وضغطوا على زر الجرس، اولا زر الاشتراك، شاركوا في القناه ديالي وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. دابا ندوزوا المقادير الطريقه ديال التحضير. الله، ندوزوا المقادير ديال البريوش او لا قراشل على حسب كل واحد وشنو كيسميهم. المهم المقادير ديالهم، كنحتاجوا كاس ديال الحليب دافي، كاس ديال الماء دافي، نصف كاس ديال الزيت، نصف كاس ديال السنيده السكر خشن، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه كبيره مخلطه حبه حلاوه مع النافع، جوج بيضات، وحده للتزيين وحده غنديروها في الخليط، وحده عفوا غندهنوا بها وحده غنديروها في الخليط، شويه ديال الزنجلان مع شويه ديال الكونكاسه ديال الكاوكاو اولا اللوز على حسب متوفر عندكم. هادو للتزيين، انا اختاريت نزين نصف نزينو بالزنجلان نصف نزينو بهاد الكونكاسه ديال اللوز. وعندنا واحد الكيس ديال سكر فانيلا، والدقيق تيبقى على حسب الخليط دائما. المهم هنا هادو كيهزو تقريبا نص كيلو كاس، يعني شي نص كيلو هكاك الملح، الا كان الدقيق تيشرب راه نص كيلو، الا كان ما تيشربش راه كياخذ لك نص كيلو كتزيدي عليه كاس اخر. بسم الله على بركه الله. كندوزو الطريقه، كنكبو هذاك الكاس ديال الحليب مع كاس ديال الماء مع سنيده السكر الخشن والخميره، كنضيفو لهم واحد جوج كيسان ديال الدقيق، من بعد كنخلطوا هذا الخليط وكنخليوه كيتفاعل نص ساعة حتى الساعة الا ربع. عاد كنرجعو نكملو البريوش ديالنا. صافي كنغطيوه، من بعد ملي كنخلطو الخليط كنغطيوه ببلاستيك غذائي اولا. انا عندي هاد الاناء هذا عنده الغطايه ديالو، غادي نغطيوه ونخليوه يتفاعل من نص ساعه حتى لساعه الى ربع، من 30 حتى ل 40 حتى 45 دقيقه. باغا نغطيوه ونخليوه يتفاعل واحد كيما قلت لكم 30 حتى 40 دقيقه ونرجع لكم. نرجع لكم ومن بعد ما دازت 30 ثانيه 30 دقيقه عفوا، هانتوما شوفوا كيفاش تفاعل الخليط. دابا غادي نخلطو، نضيفو له هذيك البيضه، نضيفو الملح والزيت، ينسون حبة حلاوة مع النافع، نضيف الفاني، دايما كنخلي الفاني هي الاخرى باش كتبقى ديك النسمة ديالها، ونضيف الزيت ونخلطو هذاك الخليط كامل، ونبداو كنضيفو الدقيق حتى كيرجع لنا الخليط خفيف، ما يكونش قاصح وما يكونش زعما ثقيل بزاف، خصو يكون تيتلصق شي شويه، يكون خفيف كيتلصق شويه في الصبعان، على ما كنبقاو نشيوه نخدموه كي ما كيبقاش يلصق كيندمج. المهم نتوما راكم فهمتوني،
كنبقاو هكا. صافي من بعد كنستمروا باليدينا باش كيتجمع لنا العجين، كنشوفوا واش غنزيدوا الدقيق اولا، كما قلت لكم على حسب الدقيق. اسمحوا لي صدعتكم بالكوكوط، راه كتصفر مازال خفيفه بزاف. غنزيدوا شويه ديال الدقيق، كما قلت لكم راه خلات نفس الكميات، 6 كوكوط ديال الدقيق اولا 5 ونص. غادي نستمر انا هكا على ما نجمع العجينه ديالي ونرجع عندكم باش ندوزو نقسموها. هو العجين بعد ما جمعناه ودمجناه بهذا الشكل، راه ما كيحتاجش منه واحد العناء، راه دغيا دغيا ما يلا ما كتسد الكيمه والو، غير كتحاولي تجمعي العجينه وصافي. دابا غادي ندوزو نقسموها كويرات ونورقوهم نقسموهم بالزيت. صغارين مساويين صافي. غادي ندوزو غنبقاو كيما قلت لكم غنجزئوهم كويرات صغار يكونوا مساويين، نحاول نجيبوهم مساويين. باش ندير ولا كيبغيهم كبار غيديرهم كبار، انا كيعجبوني صغار كنبغيهمش كبارين بزاف. اللي كيعجبوه ديك البريوش كبارين ما كيديرهم حبات كبار، انا ما تيعجبوني زعما هكا صغيرين، تيجيو حلوين وزوينين. ماشي نهار ما فيك ما ياكل وحده كبيره وحده صغيره كتكفيك. هانتوما من بعد ما كملنا قسمنا العجين ديالنا على هاد الكويرات بهذا الشكل، كندوزو كندهنوه مباشرة، مكنخليوهمش حتى كيخمرو، كندهنوهم مباشرة وكنزينوهم بالزنجلان أولا اللوز أولا كاوكاو أولا اللي عندكم، أولا تخليوهم بلاش كاع، ومن بعد عاد كتخليوهم يختمرو. كندهنوهم بهذا الشكل كاملين الجوانب وكلشي باش يتحمرو، مبقى حتى شي جانب لي مندهوش. مازال الكوكوط ديالي كتصفر، من بعد ما ختامو كيجيو بهذا الشكل هذا. دابا غادي ندخلهم الفران. انا من بعد توم وخاكك راهم خمروا وبغاو يتلصقوا، نتوما حاولوا تبعدوهم بزاف، انا راه كيما شفتو درتهم صغار ومع ذلك اختمروا بهذا الشكل، نتمنوا ما يلصقوش، ولكن واخا كيلصقوا راه كيجيو زوينين. دابا ندوزو باش غنطيبوهم. كنشعلوا الفران على 180 وكنديروهم لتحت حتى كيطيبوا، كنديرو كنشعلوا عليهم عفوا غير لتحت، كنحطوهم الفوق وكنشعلوا عليهم من لتحت حتى كنحسيهم طابوا وجمعوا شدوا راسهم، عاد كنشعلوهم من الفوق باش بعد ما خرجناهم من الفران. وكما قلت لكم حيت تخمروا مزيان لصقوا لي مع بعضهم، ولكن واخا هكاك راه كيجيو مزيانين، واخا كيلصقوا كيجيو مزيانين. شوف الشكل ديالي كيفاش كيجيو كيتحمروا مزيان، كيجيو زوينين حتى منفوخين. من بعد نوريكم كيفاش كيجيو من بعد الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو، كيجيو رائعين وزوينين وغزلان، متأكدة انهم غادي يعجبكم. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي القوام ديالهم، كيجيو فشفشين قطنيين واعرين وخفاف، ما فيهمش العناء وما فيهمش المقادير بزاف، يعني ساهلين. كنتمنى يعجبوكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجوه مع صحابكم وحبابكم باش تكبر القناه.
دابا ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.